أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام على قناة المكلا المحلية في سنة جديدة. أتمنى من أعماق قلبي أن تكون سعيدة سالمة هانئة غانمة. مشاهدينا الأعزاء، ألتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج حديث الشارع الذي نعرض من خلاله قضايا تخص الشارع الحضرمي ونستمع عبره لصوت الإنسان المواطن. أعزائي المشاهدين والمتابعين، قبل أن أتطرق لموضوع الحلقة، أنا أتوقع اتصالاتكم المكثفة، أتوقع حديثكم الذي لن يتوقف. فموضوع حلقتنا لهذه الليلة عن الإيجارات السكنية في ظل غياب الضوابط وتسيد الجشع. هذا الموضوع الذي كان وما زال سبب معاناتكم وبأسكم وضيقكم وقلة حيلتكم في الأشهر الماضية والحالية. 500 ريال سعودي أم 650 ريال سعودي أم 700 ريال سعودي أم 1000 ريال سعودي؟ من يود أن يزيد؟ من يود أن يزيد؟ فقد أصبحنا في مزاد علني للمتاجرة بآلام الناس، فمن يدفع أكثر هو الذي له حق السكن. سكان مدينة المكلا الأعزاء، الذين يتابعونني والذين لا يتابعونني، تعلمون جيدا أن الإيجارات السكنية أصبحت بالريال السعودي، أي بالعملة الأجنبية، أي بالعملة الصعبة. سؤال يضع نفسه على هذه الطاولة: هل نحن من سكان مدينة المكلا التي هي عاصمة محافظة حضرموت، إحدى المحافظات اليمنية، أم نحن من سكان دولة السعودية؟ أجيبوني أعزائي المواطنين، أعزائي المشاهدين، أجيبوني. تظهر لكم على الشاشة رقم البرنامج، اتصلوا، تكلموا، تحدثوا، اشكوا، عبروا، فنحن هنا لإيصال صوتكم الذي لا يسمع. لماذا الإيجارات السكنية بعملة ليست العملة الوطنية؟ فالعملة الوطنية الحالية هي الريال اليمني. لماذا ليست الإيجارات السكنية بالريال اليمني؟ نحن مواطنين هذه الدولة، نحن موظفين هذه الدولة، نستلم رواتبنا الشهرية بالعملة الوطنية، فمن أين لنا العملة الصعبة؟ وخصوصا في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلد في السنوات الأخيرة، من أين لنا المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا تتجاوز رواتبهم 40,000 ريال يمني؟ من أين لهم أن يدفعوا 500 ريال سعودي أو 700 ريال سعودي إيجار لشقة واحدة؟ من أين لهم؟ من أين لكم؟ من أين لنا؟ أعزائي، دعونا نذهب لفاصل قصير ونعود مرة أخرى. عدنا مجددا وإياكم أعزائي المشاهدين، وما زلنا مستمرين في موضوعنا لهذه الليلة، موضوعنا الذي بات المواطن الحضرمي المسكين المنهك المتعب الشاقي هو ضحيته. فالإيجارات السكنية باتت أزمة محققة لا فرار منها ولا أي جدوى ينفع معها. ففي 10 ديسمبر أقيمت وقفة سلمية أمام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ضد غلاء الإيجارات السكنية والمحلات التجارية، كان عنوانها لا للتخاذل. ويبدو لي أن التخاذل ما زال مستمر، وحتى النخاع. السلطة المحلية، لماذا هذا الصمت الغير مفهوم؟ التجار داخل وخارج حضرموت، كفى.
كفى بالله عليكم كفى. خطاب المساجد والمنابر، أين هو دوركم؟ أين هو دوركم؟ مشاهدينا ومتابعينا، طاقم قناة المكلا كان قد أعد لكم تقرير عن موضوع حلقتنا، فلنتابع. تتوالى يوم بعد آخر آثار انهيار العملة المحلية على الحياة المعيشية للمواطنين بشكل عام في عموم البلاد، فقد شهدت مدن ساحل حضرموت في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا على الأجارات السكنية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطنين المستأجرين. تأثر الإيجارات السكنية بدا ملحوظا بارتفاع كبير في ظل غياب الضوابط وتسيل جشع ملاك العقار وعدم وجود الأنظمة والقوانين الواضحة التي تنظم آلية التعامل مع الإيجارات السكنية دون المراعاة أو النظر في المواطن ذي الدخل المحدود. لم يكتفي ملاك السكنات برفع الإيجارات فقط، بل حاولوا أن يشكلوا عبئا أكبر على المستأجر من خلال التعامل بالريال السعودي ورفضهم العملة المحلية. العديد من المحاضر القانونية رفعت للجهات المعنية لإلزام عقود الإيجارات بالتعامل بالعملة المحلية ظلت حبيسة الأدراج. غياب روح الرحمة والتعاون مع المستأجرين وجشع ملاك العقارات جعل أسعار الإيجارات تتزايد بداية كل سنة وعند كل تجديد، حيث بلغ ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مدينة المكلا نحو 50% وفي الأحياء الشعبية إلى 70%، وفي الأحياء الراقية وسط المدينة فقد بلغت الزيادة فيها إلى 150%. التزايد المستمر حول العديد من الأسر من الدخل المتوسط إلى الدخل الأدنى وذي الدخل الأدنى إلى أسر معدمة. وفي ظل المعاناة التي يتكبدها المواطن يوما تلو الآخر في ارتفاع الإيجارات السكنية، يغيب دور السلطة المحلية في إيجاد الحلول والمعالجات السريعة والجذرية للإسهام والقيام بواجبها تجاه المواطن في التخفيف عن كاهله في مشهد مخيف يتجرعه باستمرار. انهيار العملة وتدني مرتبات الموظفين والزيادة الغير مدروسة للرواتب وارتفاع معدلات البطالة كلها أسباب تلقي بظلالها على الواقع المعيشي بالبلاد. هنا يأتي صوت المواطن بأن المجتمع بحاجة ماسة إلى مبادرة رسمية للإسهام في التخفيف عن معاناته وفرض القوانين التي تنظم معايير الإيجارات السكنية وتقديم الدعم اللازم لهم ولو بحدها الأدنى في توفير بيئة سكنية للعيش في حياة كريمة. ها قد عدنا من تقرير حلقة هذه الليلة. دعوني أحدثكم وأحيطكم علما مشاهدينا حول قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. قرأت القانون، طبعا هذه نسخة مصورة ومصغرة من القانون الأصلي. قرأت القانون، للأسف الشديد لو كان يعلم مقنن ومشرع هذا القانون أن الإيجارات ستطلب بالعملة الصعبة وليست بالعملة الوطنية المحلية لشرع وقنن مادة تمنع بذلك. السلطة التشريعية، إن كنت تسمعينني، إن وصلت لك الحلقة، أتمنى منك أن تشرعي وتقنني قانون يمنع الإيجار بالعملة الصعبة. المؤسسات القانونية داخل محافظة حضرموت، أين أنتم؟ أين أنتم من التوعية والتثقيف والنصح والإرشاد حول قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟ أين هو دوركم؟ أو بالأصح نحن ما زلنا ننتظر دوركم. طلاب كلية القانون في حضرموت، سواء وصلتم لهذه المحاضرة أم لم تصلوا لها بعد في جامعتكم، أود أن أخبركم بشكل سريع أن هناك قانون رقم 22 لسنة 2006
هذا القانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. أتمنى أن تلعبوا دوركم أيضا من الآن، وإن كان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية والتثقيف حول هذا القانون متعدد المواد. ساهموا ولو بجزء بسيط لرفع وعي هذا المجتمع. ناصروا المواطن الحضرمي الباعث. أعزائي، نذهب إلى فاصل ونواصل. عدنا إليكم والحلقة ما زالت مستمرة أعزائي المتابعين، وكما تحدثنا سلفا أن موضوع حلقتنا لهذه الليلة الإيجارات السكنية في ظل عدم وجود الرقابة وتسيد الجشع والطمع. مواضيع كثيرة، وعندما كنا نروج لهذه الحلقة رسائل كثيرة وصلتني على تطبيق الواتساب لناس تشتكي وتضع شكواها حول هذا الموضوع. أريد بس أن أوجه رسالة أخرى أيضا للتجار أو ملاك الأراضي والعقارات داخل وخارج حضرموت، سواء كانوا هنا أم في الخارج. إذا علمتم الحالة النفسية الذي يعيشها المواطن الحضرمي جراء ارتفاع أسعار هذه المنازل والشقق والمحلات التجارية، لا رحمتموه تجارنا، لا رحمتموه. في اتصال. ألو، مساء الخير. مساء النور أستاذ عبير. من معي؟ معاش علي الخلاجي. أهلا علي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. إيش أخبارك؟ طيبة. علي، موضوع حلقتنا اليوم عن ارتفاع سعر الإيجارات السكنية واخذها بالريال السعودي أو بالعملة الصعبة، إيش هو رأيك؟ أولا كان نمثل عن الوقفة الاحتجاجية حول ارتفاع الأسعار، نمثل عن الناشط عمر العطاس، ولكن الذي نسقنا الوقفة في ديسمبر الماضي. نعم. حول وضع حد ارتفاع الأسعار الإيجارات بشكل عام على مستوى مدينة المكلا وضراحية. نعم. وأن يكون الإيجار بالعمدة المحلية. المحلية، نعم. نعم، والآن سوف يتم بإذن الله في خلال الأسبوع القادم التنسيق بتصعيد والتنسيق مع الجهات المختصة في السلطة المحلية وقيادة اللواء، ورقة حول مقترحات من أجل عمل حلول وعدم والتزام مكاتب العقار بعدم توقيع اي عقود ايجارات. نعم. بالعمله السعوديه او بالعمله الصعبه. متى ستكون هذه الوقفه يا علي؟ الوقفه باذن الله نحضر لها، باذن الله نكون في منتصف يناير او في هذا الشهر باذن الله. نمثل نحن الان مع مختلف الجهات المختصه لكي يكونون متواجدين، ونحن يعني نتمنى. الوقفة الماضية كان جميع أكثر الناس الموجودين هم أصحاب ملاك بيوت، من ضمنهم أنا، لكن متعاطفين نحن مع الوضع الحالي، ونحن دائما مصلحة المواطن فوق كل الاعتبار. لكن نتمنى من جميع المواطنين المشاركة في الوقفة الاحتجاجية. سوف نحن نسق مع الناشط عمر العطاس الذي نفذ الحمد الوقفة الماضية. ونحن يعني يكون هناك قانون يتعامل في جميع الدول العربية وفي محافظات أخرى، قانون ينظم العملية ما بين المستأجر والمؤجر. طيب يا علي، ما الذي يضمن لك نجاح هذه الوقفة مجددا؟ ما أنتم كمان عملتم وقفة في 10 من ديسمبر والوقفة هذه لم تنجح. لم تنجح، هي لم تأتي لم تأتي ثمارها، أو كما يقول لم تأتي أكلها. نعم، إذا احنا وصلنا صوتنا للسلطة المحلية وللجهات الأمنية بسرعة تنظيم، احنا الآن نكون على شراكة مع الجهات الأمنية ومع السلطة المحلية، بتكون تكوين لجنة من أجل النزول على المكاتب ومنع السمسرة في الإيجارات والتغالي في الإيجارات وتحديد إيجارات عن طريق
بالشنطة أو بالمتر زي اللي يحصل في دول العالم كلها بالمتر سعر الإيجار. هل هذه علي علي هل هذه توجيهات من سيادة المحافظ أم جهود ذاتية وشخصية؟ لا هي جهود ذاتية وأفكار من الشباب ومن جميل جميل، لكن ما الذي يضمن لك الالتزام؟ لا نحن زي اللي ما حصل في السلطة المحلية في مارب محافظة مارب هناك تم تحديث إيجارات وممنوع الإيجار بالعملة الصعبة. نحن نتمنى أن جميع الأمور التي طبقت في مارب تطبق في حضرموت. ويلزم المؤجر لا يلزم المستأجر أن يدفع بالريال السعودي أو يدفع بالدولار أو يدفع بأي شيء أو يلزمه بالنزول حتى. نعم علي. المستأجر المستأجر له حقوق والمستأجر أيضا له حقوق وواجبات. يعني علينا أن ننظم العملية أن تكون العملية أكثر إلزاما. تعرفين أكثر الناس المواطنين المستأجرين هم من الطبقة المتوسطة. صحيح. ودوي الدخل المحدود. ودوي الدخل المحدود. هناك فواتير كهرباء، هناك مواد غذائية، هناك نعم. مدارس، هناك 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 الكثير من المتطلبات نعم. من ضمنها متطلبات الإيجار. نعم. لا يمكن أحد يرغمني أن ندفع 1000 أو 2000 سعودي وأنا راتبي 70 أو 80 أو 100 ألف، معناته أن هناك ضغط على المستأجرين، وهناك يعني بعضهم يتعرض للتهديد نعم. ويتعرض للوعيد من قبل المستأجر ويهدد أنه سوف يرفع الإيجار الشهر القادم والشهر القادم. صحيح. لأنه على كده بدون أي وازع ديني ولا أخلاقي ولا قيم ولا مبادئ. صحيح. نحن في الوقت القادم نتمنى أن تكون يعني جميع الشرائح تشارك في الوقفة. هي وقفة الجميع، ليست وقفة شخص بعينه. صحيح. لكن هي وقفة الجميع من أجل أن تكاتف وأن تكون يوصل صوتنا بأعلى صوت أن هناك تنظم عملية يعني قانون مثل جميع الدول الموجود في العالم، يكون قانون ينظم العملية ما بين المؤجر والمستأجر. نعم. ويكون هناك إيجار محدد. نعم. بسعر الشقة الكبيرة الصغيرة المتوسطة بالضبط. الكبيرة. لكن علي أيضا نريد أن نتجنب الهفوات التي حدثت في الوقفة الماضية وما كانش يعني نتائجها زي ما يقولوا مستقرة أو ثابتة. ما زالت الأسعار حتى اللحظة الآن يا علي بالريال السعودي. أن نعمل وقفة مرة أخرى هذا أمر جميل، وكما قلت لي بتكون في منتصف يناير، لكن كمان علينا أن نضمن أن هذه الوقفة ستخرج لنا بحلول فاعلة وسريعة. المواطن الحضرمي تعبان يا علي. نعم سوف يكون هناك تمثيل للوقفة، ممثلين عن الوقفة سوف يقابلون المحافظ، سوف يقابلون المعنيين في العبار، في الأشغال، في الصناعة والتجارة، في الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع المهم والشائك. نعم. من أجل التنسيق معهم وتشكيل لجنة قانونية من قانونيين من ناس مختصين في هذا المجال. نعم. من أجل أن يوجدوا قانون يلزم الجميع أو يلزم مكاتب الإيجار. هي مكاتب الإيجار التي تتغالى في الإيجار، تغالى في الأراضي. يعني صحيح. عملية أرهقت المواطن الذي لا يملك المجتمع بكله يا علي، المجتمع بكله أرهقت المجتمع بكله وليس المواطن فحسب. هذه العملية يا أستاذ عبير يعني أرهقت أصحاب الدخل المحدود الذي لا يملك عملة صعبة. الذي لا يملكون عملة صعبة يقدر يشتري أرض غالية، يقدر يستأجر شقة ب1000 ب2000 سعودي، ما عنده مشكلة، عنده دخل من الخارج، عنده دخل من أي مكان آخر. لكن الذين موظفين في الجانب الحكومي الذين وظائفهم محدودة اضطروا أنهم يجدون أعمال أخرى، فترة مسائية، فترة فترات أخرى، من أجل أن يجدوا هذا الإيجار المكلف والذي أصبح يعني يغرق المجتمع وينقص المواطنين في جميع الناس. أكثر المواطنين في مدينة المقلة أو أغلبهم هم المستأجرين في شقق. نحن نتضامن مع كل مستأجر يعاني الأمرين. نعم. نحن نتضامن مع جميع، لكن نتمنى أن نوصل صوتنا للجميع المواطنين في مدينة المقلة وضواحيها أن الوقفة سوف يتم تحديد لها موعد
وسنظهر في جميع المواقع التواصل الاجتماعي، في جميع المواقع، في جميع الصحف. نتمنى النزول، أن نحن نتمنى أنهم يشاركوا، نتمنى أن تكون الوقفة أكثر ضخما، أكثر تأثيرا، أكثر إيصال صوتا، من أجل أن توصل صوتها إلى جميع الجهات المختصة. ونحن نناشر المحافظة اللي هو فرج التأمين البحثني، محافظة المحافظة، أن يتضامن مع الوقفة وأن يوصل صوته لجميع الجهات المختصة بسرعة إيجاد قانون ما بين المستأجر والمؤجر والمالك. علي دعني أحيطك علما أنه أساسا يوجد قانون ينظم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، وهذا القانون هو رقم 22 لسنة 2006، ولكن نريد العمل به. القانون موجود، نريد العمل به وتطبيقه. إذا كان هناك موجود قانون، نعم موجود، نتمنى تفعيله على أرض الواقع. بالضبط. نتمنى أن يكون موجود في الميدان هذا القانون. بالضبط. هذا ما ننشد إليه. طيب نعم علي، أنا أتمنى الحملة التي بتقوم وبتعملوها إن شاء الله في منتصف يناير لا تأخروها شكتر من كذا الوضع. نحن نسبق إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله أن تكون. عجلوا في الحملة. نحن نتمنى أن جميع وسائل الإعلام تكون موجودة من ضمن قناة المقلة. وجهوا لنا دعوة يا علي وسنحضر. نتمنى أن تكون موجودة، ونتمنى أن تكون نحن في البرنامج، وفي برنامج على الهواء مباشرة، من أجل توضيح الوقفة الثانية، إيش الأعمال اللي بتسويها الوقفة الثانية، إيش القضايا اللي بتتطرق لها. ونتمنى عن طريق قناة المقلة المحلية أن تناشدوا جميع المواطنين بجميع شرائحهم، رجال كبار صغار نساء، أن يكونوا موجودين في الوقفة. الوقفة ليست لأشخاص وليست لفئة بعينة، نحن متضامنين مع جميع المواطنين في مدينة المقلة وضواحيها، أن هذا الموضوع مقلق، يؤرق المجتمع، يؤرق المواطنين، يؤرق أصحاب الدخل المحدود. بالضبط. نتمنى من الجميع المشاركة وإيصال صوتهم للجهات المختصة وتفعيل القانون 42 لسنة 2006 من أجل أن يطبق هذا القانون ويتم تفعيله على أرض الواقع. 22 القانون 22 يا علي، من 2000 لعام 2006. أيوه، القانون 22 لعام 2006 هذا يتم تفعيله ضروري، ويجب أن نطلع على هذا القانون، إيش فحوى هذا القانون. نعم. ماذا يقول هذا القانون. نعم. من أجل إذا كان هناك في تعديل أو إضافة لهذا القانون يتم التواصل مع الجهات المختصة. نعم. من أجل أن يكون هناك علاقة ليست علاقة استغلال ما بين المالك والمستأجر، علاقة عادلة، ليس هناك من يستغل الآخر. صحيح. نتمنى من الجميع ونتمنى وفي بعض نتمنى يعني بعض الأشخاص صراحة تواصلوا معي بعد الوقفة. نعم. الاحتياجية في بعض الملاك يزاهم الله خير، مؤجرين بالعشرين بالثلاثين بالخمسة وثلاثين، موجودين ملاك بيوت موجودين في مدينة المقلة، في حضرموت، في المقلة، موجودين في المقلة أشخاص، من ضمنهم الأستاذ نجيب مطرف يملك عقارات في حي السلام، موجود ويؤجر بال15 بال20 بال25 بالعملة المحلية. كم عدد الغرف؟ كم عدد الغرف اللي إيجارها 25 30 35؟ ثلاث غرف، غرفتين، أربع غرف، على حسب. بأي منطقة؟ نتمنى في أي منطقة؟ في حي السلام. نعم. في حي السلام نتمنى يعني هناك ليس كل المالكين يستغلون المواطنين، في بعض المالكين يقدرون، بل بالعكس ان بعض المؤجرين يعني ما يدفع بالستة بالسنة، يعني في بعض الاشخاص يستغلون المالك، قيمة المالك. صحيح. يعني كثير من الاشخاص ارقم انهم ما يدفعون بالسنتين بالثلاثين، ليس الكل يعني الكل مستغل، في بعض الاشخاص نوجه لهم الشكر، نوجه لهم التقدير، نوجه لهم الاحترام، ونحن نشكرهم على تقديرهم لجميع المواطنين وتأجيرهم بالعملة المحلية وتقليل. وزميلي محي الدين مستأجر ب15,000، زميلي المصور محي الدين أخذ تقليل مستأجر ب15,000 يعني، ومقدره. نعم. وكان موجود في الوقفة الاحتجاجية تماما. نعم. مع الجميع، كثير من الأشخاص والزملاء. نعم. يعني بعض بيوتهم بالريال اليمني والإيجار متدني في ب15 في ب20 في ب30 مستأجرين. لم يستغل المالك العملة أو انخفاض العملة وارتفاع الدولار من
يتجنبوا أن يرفع الإيجار. في بعض المالكين يوجه لهم الشكر والتقدير عند عن طريق دناتر المقلة المحلية، ويوجه لهم الشكر والتقدير ونشكرهم على تعاونهم ونشكرهم على قيمتهم ونشكرهم على رحمتهم بأهلهم في ميت المقلة. ونتمنى من الجميع المالكي أن يحدث أحدهم أن يتراحموا، أن يكون عدم هناك عدم استغلال لهذا الموضوع الشائك. نحن كثير من الناس يبحثون عن شبب كلها أكثرها بالريال السعودي، إذا هي مش بالدولار بالألف 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 500 لا أحد يقدر يستطيع في الوقت الحالي يا أخت عبير أن يدفع بالعملة الصعبة ودخله بالعملة المحلية. لا أعتقد علي أشكرك على هذه التفاصيل وعلى المداخلة الجميلة وكل حاجة، أنا أعتبرك صديق للبرنامج يا علي. أول شيء أشكر شخصيا وأشكر طاقم البرنامج وطاقم حديث الشارع نعم محمد المخرج محمد عاصم على أزواجه المجموعة. أتمنى لكم التوفيق في أعمالكم الميدانية، وأتمنى أنكم قناة المقلة تطرق إلى جميع المواضيع التي تؤرق المجتمع والمواطنين، وأن تكون موجودة في قلب الشارع الحضرمي، وأن تكون شخصيا أنت موجودة في قلب الشارع من أجل أن توصلي صوتك إعلامية وكمقدمة برنامج وكطاقم برنامج إلى جميع الجهات، وتكون عندك توصل ما بين المواطن والجهات الأخرى. بالضبط. شكرا يا علي الخلاقي. شكرا جزيلا. علي عطانا احنا تفاصيل كثيرة وحدثنا عن جهود دافية وشخصية انه بيعملوا حملة مرة اخرى غير التي عملت في 10 ديسمبر، بيوقفوا وقفة وبيدعوا في بكافة الشرايح وكافة الاطياف، بيوقفوا بيرفعوا لافتات بينددوا بيعملوا، وهي تقريبا في منتصف يناير. وانا كلمت علي واعيد اكرر له المعلومة على الهواء انه يا علي عقلوا بالحملة، احنا محتاجينها والمواطن الحضرمي محتاجها بسرعة شديدة. هو يقول انها ستكون في منتصف يناير، واني اتمنى ان تلتزم وتكون في منتصف يناير. وجه لقناة المكلة دعوة يا علي، وان شاء الله سنحضر، ولكن اتمنى إنه هذه الحملة التي بتعملوها أو الوقفة تأتي ثمارها، تأتي أكلها، نشوف إنه في تغيير على أرض الواقع. وفعلا أول حاجة ما اسمعش عملة صعبة، ما اسمعش دولار، ما اسمعش ريال سعودي، اسمع يمني. هذه كخطوة أولى، بعدين الخطوة اللي بعدها نتفق على سعر معين أو سعر موحد، أو كما قلنا نرمز للشقق، الشقة الصغيرة والشقة المتوسطة والشقة الكبيرة بأسعار متعارف عليها. هناك كمان موضوع أنا حابة أتكلم عليه، ذوي الدخل المحدود. أنا مش فاهمة، أنا أشتي حد يتصل ويشرح لي كيف مواطن راتبه لا يتجاوز 40,000، عليه إيجار، عليه راشن أو التموين كما نقول، عليه كهرباء، فواتير كهرباء، فواتير ماء، لبس، مكملات الحياة، وهذا كله ب40,000. احنا فقط لو استثنينا أجرة الإيجار، ال40,000 هذه لن تكفي تموين، فاتورة كهرباء، فاتورة ماء، لن نقول الأساسيات والأولويات، أو ممكن نقول الكماليات، لن تكفي شيء ال40,000. فكيف يأتي ملاك العقار والبيوت ويقولوا الشقة ب500 ريال سعودي أو 700 ريال سعودي؟ المواطن مش لاقي يأكل، مش ملاقيين يأكلوا، لكنهم متعففين وساكتين وراضين باللي عندهم. أريد الخوض في نقطة أخرى وصلت لي، كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي رفع إيجار سكن الطلاب. أنا حاولت وشددت عليهم إنهم يكونوا معايا على الهواء، بس للأسف ما قدروش. تعرفوا ليش ما قدروش؟ بكرة معاهم امتحان، طلاب جامعة حضرموت. أنا ما بقولش الكلية ولا بجيب تفاصيل عنهم، حفاظا على سلامتهم من مالك البيت. شقة لطلاب منهم 10 أشخاص من مختلف التخصصات، مالك الشقة بيهددهم
عندكم مهلة شهر واحد، يا تدفعوا لي بالريال السعودي يا تخرجوا. طرحوا لي رسائل على الواتساب: يا أستاذة تطرقي لهذا الموضوع. طيب اطلعوا تكلموا معايا، اطلعوا بناقشكم، اطلعوا وصلوا صوتكم. قالوا بكرة عندنا امتحان. انا وصل، انا بناء على كلامهم انا قلت لهم حاضر، حديث الشارع برنامجكم وصوتكم، وانا بوصل رسالتكم وبتطرق لهذا الموضوع. يعني الموضوع الان دخل في التعليم ايضا، الطلاب هادول لو خرجوا كيف بيكملوا تعليمهم؟ ونحن عارفين ان معظمهم ياتون من ارياف المكلا، معظمهم ياتون من الوادي، معظمهم ياتون من المحافظات الجنوبيه الاخرى، من شبوه، من المهره، تعبانين وظروف اقتصاديه مزريه. هذه الحرب حطت علينا لعنتها وغادرت. نقول حضرموت مستقرة كأمن وأمان، ولكن لعنة الحرب ما زالت موجودة. الطلاب هادول أنا حابة أعرف فين يروحوا، إذا صاحب الإيجار خرجهم فين يروحوا؟ لو تعرفوا كيف إنه 10 أشخاص يعني يكونوا في غرفة واحدة يذاكروا ويناموا فيها وراضيين وفرحانين، ويضطروا يذهبوا إلى الخور ويذاكروا ومشيين أمورهم بالعافية والله ساترهم. عادك كمان تقول لي أدفعوا بالسعودي، من فين لهم هذول الطلاب؟ أنا حابة أعرف إيش بيصلحوا. أنا أكلمكم وأنا متأثرة لأنهم قالوا لي دي الدرجة. قلت لهم ما عندكم مش دقيقتين تطلعوا تتكلموا وتحطوا رسالتكم على الهواء؟ قالوا عندنا امتحان. اتقوا الله. انا اتكلم واتمنى انه اني اساعدهم، واتمنى حد الان على الهواء يسمعني ويروح يساعد الطلاب. نحن مش حابين نجمع لهم حمله تبرعات وحمله ونعمل ونفعل، ما نشتيش هذه الشجاعه، ولكن خلوا الايجارات بالريال اليمني. الناس بيدعوا لكم، الامهات بتدعي لكم، والاطفال بيدعوا لكم، والطلاب ايضا بيدعوا لكم. كمان نقطة أخرى أنا حابة أتطرق إليها: أئمة المساجد وخطاب المنابر، أين هو دوركم؟ المجتمع الحضرمي، أنتم مواطنين صالحين ورجال دين في المجتمع الحضرمي، أين هو دوركم؟ وأنتم تشوفوا المواطن تعبان قليل الحيلة مغلوب على أمره، أين هو دوركم في نصرته؟ أنا لا قلت لك احمل سلاح، لم أقول لك شيء، في نصرته. معنا اتصال؟ في اتصال نقول ألو. ألو مساء الخير. ألو الصوت بعيد. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. لا أسمع. يعاود الاتصال مرة أخرى ولا هو على الخط؟ نكمل حديثنا مشاهدينا. أئمة المساجد وخطاب المنابر، أين هو دوركم من نصرة المواطن الحضرمي، المواطن المغلوب على أمره قليل الحيلة؟ أين هو دوركم؟ أريد أن أعلم. لا تحمل عزيزي إمام المسجد السلاح، ولا تجاهد ولا تقاتل، فقط أخطب بالكلمة، انصر أخاك بالكلمة. خطب الجمعة والخطب الصباحية والخطب المسائية، لماذا لا تتحدث عن هذا الموضوع؟ لو أحصينا عدد المساجد في كل مديرية، مديرية الشاحر والغيل والمكلا وبروم ميفا والوادي الغربي الجانب الغربي، كم عدد المساجد؟ أعتقد بتتخطى 1000 مسجد، أعتقد، وهو رقم تقريبي مني أنا، ستتخطى 1000 مسجد. 1000 مسجد هذا لو يخطب ليل نهار لإنقاص
سعر الإيجار ويكون بالريال اليمني، هل سينقص أم لا سينقص؟ سينقص. وجهة نظر الشخصية سينقص، حيستيقظ الوازع الديني عند الناس اللي غافلين عن هذا الموضوع، بيستيقظ وبيصحى الضمير. ريال سعودي من أين للناس؟ من أين للناس؟ أنا أريد أن أعلم من أين للناس لهم هذه المبالغ الطائلة والهائلة. وإذا كان راتب الشخص المواطن الواحد 40,000 ريال يمني، كيف سيدفع لك 500 ريال سعودي؟ أريد أن أعلم، أريد أحد يتصل بي يخبرني كيف تحل المعادلة الصعبة هذه. أريد أن أعلم شريحة الإعلاميين، وأنا واحدة منهم، ولأنني أستشعر المسؤولية المجتمعية التي تقع على الإعلاميين أيضا وأجهزة الإعلام، اخترت أن أبدأ عام 2019 بهذه الحلقة، على العلم أنه تطرقنا لموضوع الإيجارات السكنية في الحلقة الأولى من برنامج حديث الشارع، لكنني لم أرى أي تغيير ملموس أو حتى محسوس، لم أرى. قررت أن أبدأ عام 2019 بحلقة عن موضوع الإيجارات السعودية، عفواً، عن موضوع الإيجارات السكنية ولماذا هي حكر على الريالات السعودية أو العملة الصعبة، لماذا؟ زملائي الإعلاميين في البداية نشطوا بشكل عام من يتبعوا أي وسائل داخل حضرموت إعلامية، سواء كانت مسموعة، مقروءة، مرئية، سواء كانت نشطاً في الفترة أو في بداية الأزمة، بعدين لم أرى أي تفاعل. أنا أقرأ جميع ما يرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلاميين والكتاب الصحفيين داخل حضرموت، كتبتم في البداية، ناصرتم في البداية ثم توقفتم. أنا أعلم أنه عليكم اهتمامات وعليكم وعليكم وعليكم، لكن المواطن الحضرمي لما يعرف أنه أنا إعلامي كما يقول، يعني يرى الأمل فينا، تكلمي، تحدثي، أوصلي صوتنا. أنا طلعت حلقة وتكلمت، وقناة المكلة رحبت بهذا الموضوع وطلعنا وتكلمنا. بقية الزملاء ناصروا، تكلموا، تحدثوا، شكلوا حلقة ضغط لمن يحاول أن يزعزع الحالة النفسية للمواطن الحضرمي. أعزائي المشاهدين، دعونا نذهب إلى فاصل ونواصل. عدنا وإياكم مشاهدينا مجددا على قناة المكلا وبرنامج حديث الشارع، وموضوع حلقتنا موضوع شائك، وهي الإيجارات السكنية في ظل غياب الرقابة، ظل غياب الرقابة وتسيد للجشع والطمع اللامتناهي واللا إنساني. السلطة المحلية، أين أنتم؟ أين أنتم؟ أنا أقدر وأعي تماماً وأشكر جهودكم المبذولة التي تقوم بها في سبيل راحة وأمن وأمان واستقرار المواطن الحضرمي، ولكن الحالة النفسية لديه مزعزعة. لما تكون أنت مواطن وتكسب صفة المواطنة لبلدك، لمحافظتك، ولا تجد فيها مأوى، هذا ماذا يعني؟ الأخ المستأجر حضرمي والأخ المؤجر حضرمي. أيها الحضرمي، لماذا تقسو على أخيك الحضرمي؟ لماذا؟ ارتفعت الأسعار، هناك أزمة اقتصادية، إلخ، أعلم ذلك، كافة أعلم، ولكن ازدياد السعر بالشكل المنطقي، بالشكل المعقول، لا بالعملة الصعبة، لا بالريال السعودي، لماذا حكر
أصبح هناك حكر. وللعلم أنا طوال الحلقة أتحدث عن الشقق السكنية أو المنازل السكنية، ما إلى الآن لم أتحدث عن المحلات التجارية. مش كل التجار يملكون مال واسع ووفير، هناك تجار كما نقول على قد حالهم، ماشيين على باب الله، على بركة الله ودعاء الوالدين، فاتحين تجارة بسيطة، مؤجر للمحل أو مؤجر لمكان معين رفع السعر. يعني أنا كتاجر اللي أنا بطلعه من تجارتي، من بقالتي، من دكاني، من كشكي، لا أستطيع سداد الإيجار به حتى الذي هو بالريال السعودي، فما فائدة هذا العمل وما فائدة هذه التجارة إن كنت لا أستطيع أن أسدد ثمن الإيجار. أنا أقطن في حي معظم الأكشاك فيه قد أغلقت. لما أسأل وأنا ماشية وقاية لقناة المكلة والتقيكم على الهواء، المحل هذا ليش مسكر؟ المحل هذا ليش مسكر؟ على العلم إنها محلات بسيطة، محل نجارة بسيط، محل حدادة بسيط، ورشة صغيرة، قالوا لم يقدروا على الإيجار، سلموا المحل وغادروا. أين يعملوا؟ كيف يعيلون أسرهم؟ العامل عايش في حالة نفسية، والمواطن الذي لا يستطيع الشعور بحق الإيواء يعاني من حالة نفسية. وأكرر، ملاك العقارات والأراضي، إذا عشتم هذه الحالة النفسية لرحمتمونا. أريد أيضا أن أتحدث عن المؤسسات القانونية داخل حضرموت. أنا لن أذكرها بالاسم ولن أحصيها، بل هناك مؤسسات قانونية داخل حضرموت. أين أنتم؟ ما هو دوركم؟ أصبحت الإيجارات السكنية بشققها، بمنازلها، بتمليك أراضيها، بمحلاتها التجارية أزمة خانقة خنقت المواطن الحضرمي. أين أنتم؟ أين هي مناصرتكم والتوعية القانونية والبروشورات والنصح والإرشاد؟ أين هو؟ أنا لما كنت تتحدث الليلة مع أحد المتصلين تفاجأت، يقول لي على السلطة المحلية إيجاد قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. عزيزي، القانون موجود، طبقوه، اعملوا فيه. المقنن ومشرع القانون، أقسم بالله لو كان يعلم أن سيتم وضع الإيجارات السكنية بالريال السعودي وبالعملة الصعبة لشرع ومنع هذا بقانون ووضعه في أحد مواد هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر. هناك حل، ولكنه حل طريف. دعوني ألقي دعابة أعزائي المشاهدين، نرفه عن أنفسنا شوية. إن كان تريدون الإيجارات أن تدفع لكم بالريال السعودي 500 ريال سعودي، 650 ريال سعودي، 800 ريال سعودي، 1000 ريال سعودي، 2000 ريال سعودي، زيد، كأنه عندنا بحر، ما كأنه عندنا مواطن غلبان من لحم من دم، زيد بحر، أدفع. إذن ليش ما نحولش الرواتب بالريال السعودي؟ نحول رواتب المواطنين والموظفين بالريال السعودي. ما هو إحنا لما حنستلم بالريال السعودي، أنا حقدر أدفع لك إيجارك بالريال السعودي. من أين لنا؟
أكرر، أريد حد يتصل من المواطنين العاديين المسالمين ذوي الدخل المحدود يخبرني راتبه 40,000 ريال يمني، كيف يعمل بالإيجار وبالمأكل والمشرب والملبس والمواصلات، كيف تعملوا فيها، كيف تكفيكم، كيف تكفيكم، أريد أن أعلم. هي مجرد دعابة أريد أن أراها عبر مواقع التواصل الاجتماعي زملائي. تريدون أن ندفع لكم إيجارات بالريال السعودي؟ حاضر ومرحبا، شاهرونا وادفعوا لنا رواتب شهرية أيضا بالريال السعودي، لما لا؟ أعتقد أنني تحدثت كثيرا، أريد فقط أن أرى هل أحصيت جميع النقاط. هناك كمان الأخ علي قال لي أنه في ناس كمان بتأجر بأسعار متوسطة أو مراعية الله في ذلك، حدود 25,000، 30,000، 35,000. ولكي لا أشكك في هذا الكلام سألته أين، فأجابني في حي السلام، يعني ما زال هناك قلة أو فئة بسيطة من الناس تؤجر بالريال اليمني وبأسعار مناسبة. هذول الناس أكيد نقول لهم شكرا، وقد قالها علي، نقول لهم شكرا. في قانون أتمنى أن يتم العمل به، أتمنى أن يكون صوتي وصل وأنا أتكلم وصوت المتصل. أنا عارفة، أنا يبلغوني في الكنترول أنه في متصلين كثار، لكن مش عارفة إيش مشكلة الشبكة. يبدو لي أنه لازم نطلع كمان حلقة يوم عن الاتصالات، يبدو لي هكذا كل حلقة يقود اتصالات وغرفة الكنترول بسمع الاتصالات لهنا، بس ما قدرش أكلمهم، يا ينقطع الخط يا ما يمسكش الخط. يبدو لي أنه بنطلع حلقة في الأيام القليلة المقبلة على الاتصالات. زملائي خلف الكاميرا استعدوا، استعدوا لهذه الحلقة، لأنه أنا مش قادرة أسمع المواطنين، أنا حابة أنهم يتصلوا، حابة أنهم يتكلموا، حابة أنهم يوصلوا صوتهم. برنامج حديث الشارع برنامجهم هم، ونسعى أنه نوضع حلول فاعلة. نحن لا نريد كلام على ورق ولا نريد كلام على الهواء. هناك جهود ذاتية ونشكر عليها الزملاء، حيعملوا وقفة ما في منتصف يناير. هذه الوقفة أيضا ستندد وتنبه ملاك العقار والبيوت أنه استوصوا بنا خيرا ونقصوا الأسعار وكذا. أنا أتمنى لها النجاح، أتمنى لها أن تنجح، وأتمنى أن يتم توجيه دعوة لقناة المكلة، وقناة المكلة ستتواجد من أجلكم. وأتمنى أيضا أنه يكون كمان جدول أعمالي مش مزدحم عشان أحضر لكم هذه الوقفة أيضا كمناصرة للمواطن هذا الغلبان. أعزائي، وصلنا للختام. إلى اللواء فرج سالمين البحسني، محافظ محافظة حضرموت، تدخل 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 سيادة المحافظ، واضرب بيديك لردع كل جشع وطمع يؤدي مواطنيك. التجار داخل وخارج حضرموت رفقا بالإنسان، رفقا بالإنسان. ألقاكم أحبتي السبت المقبل، كنتم معي أنا عبير واكد، أستودعكم الله على خير وعافية حتى الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.